السلام عليكم. بخصوص الفصل الثاني، التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي، هنحل بإذن الله من كتاب الامتحان والدليل ونيوتن، وكمان أنا حليت من كتاب الرائد السنة اللي فاتت. إن شاء الله عشان نمهد للحل ده هبعت لكم فيديو للشرح، شرح مقدمة عن الفصل الثاني. الفيديو ده مهم جدا إن احنا نشوفه قبل ما نبدأ الحل، علشان خاطر نكون فاهمين الحلول دي كانت بناء عن إيه. فبإذن الله هسيب لكم في التعليقات قائمة بحلول الفصل الثاني. أنا عايزاكم بس تشوفوا الفيديو الأول علشان يعتبر زي فيديو تمهيدي لبداية الحل الفصل الثاني بإذن الله. والسلام عليكم.